شايفين الـ الشكل؟ بصوا انا هقطع لكم حته. بصوا العجينه قطن، شايفين الطراوه؟ عايزه يعني كوبايه شاي وخلاص. تعالوا بقى نطلع كمان كام واحده كده، نرصهم كده عندي هنا اهو. شايفين شكلها حلو ازاي؟ تعجب الولاد قوي قوي وسهله، ما فيهاش اي حاجه صعبه. دي فيها كمان جبنه طالعه من هنا، اخر دلع حاجه كده من الاخر. طيب انا عجنت العجينه مظبوط، فردتها مظبوط، حطيت الصوص بتاعي تمام، ما وصلتش الصوص الاخر، لفتها كويس جدا، سمك وسط اقل كمان من اللي انا لفتها شويه. وبعدين بغطيها اهي، هغطيها تخمر نص ساعه، هتلاقي كل الفراغات دي لحمت، يعني كل الحتت الفاضيه دي هتلاقي لحمت بقت زي دي بالظبط. طيب هنعمل ايه بقى؟ تعالوا نعمل البسكو كريم. مقاديره سهله جدا وبسيط. عندي بسكوت شوكولاته، وعندي بسكوت فانيليا، اقلبهم كده مع بعض، واجيب الخلاط بتاعي احط فيه كوبايه الا ربع من اللبن الحليب، اتنين بيضه، ما تقلقوش البيض طعمه ما بيبانش خالص خالص، الناس اللي بتقلق من البيض، وادي الفانيليا، وست مكعبات جبنه كريمي، ومكعبين زبده اهو، زبده تكون طريه شويه عشان بس ايه تفك على طول عندي في الخلاط. هضرب الكلام ده هناك لمده دقيقة، يعني أو أقل إن شاء الله من دقيقة. أول ما أدير قدامكم أستاذ بقى هنزلها على الشاشة، هنضرب كل الكلام ده مع بعض. لو عايزين صوروها بقى صوروها عشان تقدروا تحتفظوا بيها. أنا نسيت أحط السكر، هحطه دلوقتي أهو. كل المكونات عندي مع بعض، مفيش حاجة قبل حاجة ولا في حاجة تتحط في الآخر، كل المكونات عندي مع بعض لحد ما تختلط كويس جدا وبس. خلاص شفتوا السهولة؟ حاجة سهلة جدا جدا. أروح واخدها هنا كده وننزل زي فكرة البودنج كده بس بالبسكوت والجبنة الكريمي، مدية طعم تشيز كيك. شوفي حتة زبدة اهي هتسيح، ما تقلقوش. ادي هعمل بس بالمعلقة كده، نضغط عليها اهو، وتدخل فرن سخن على 180 لمدة ربع ساعة. هتطلع معايا هقطع لكم برضو حتة عشان تشوفوها اهو، طعمها عامل زي ام علي بس بالبسكوت. فاحنا ايه بنعمل حاجات جديدة بس عشان ما يبقاش الموضوع ممل او يبقى الموضوع تكرار لحاجات احنا عارفينها. لا الوصفة دي مختلفة جدا جدا، مش لاقوها في اي حتة غير عندنا. هجيب ايه بقى؟ مش عارفه نعمل ايه، اشيل لكم دي ولا اسيبها؟ هقطع حته بقى، جيب برده كاتشب ومايونيز كده. نعمل ايه؟ نشيل الحاجات دي ونبتدي نقطع حته من البسكو كريم. تعالوا بس نعمل شويه تزيين كده بسيط الاول، شويه بقى ايه مستردة مثلا هنا اهو. شايفين بقى الشكل الحلو، وشويه من الكاتشب، نفتح سن كمان اهو. شوفوا شكلها شبه التورتايه والله، حاجه سهله قوي وبسيطه، لكن الطعم ما اقولكوش خرافه اهي. ندي مثلا واحده كده هنا، ندي هنا اهو، دي هدي كاتشب مايونيز بس مش هدي ولا ندي مستردة، خليها برضو ندي مستردة عشان الحق اقطع معاكم حته من البسكو كريم اهو. التانية دي بقى ايه؟ اللي هي الطاسه التانية دي اللي فيها السينامون برضو او البيتزا رول، دي فيها جبنه كتير زي طاسه الجبنه كده بتاع اسكندريه لو تعرفوها، فتقدروا برضو ان انتوا تعملوها. انا بديكم افكار عشان ايه تبدعوا انتوا بقى، تشوفوا ايه اللي انتوا حابينه وتعملوا. شويه بطاطس محمره اهي، انا مش هشيل بصراحه دي، هسيبها كده شكلها حلو عندي. ندي شويه اهو، وشويه مسترد
والتانية دي هسيبها كده من غير من غير حاجة اهي. تعالوا بقى اللحظة الحاسمة اللي كلكم بتحبوها، هقطع حتة من البسكو كريم اهي، لازم تبرد تماما ما تقطعيهاش ابدا وهي سخنة. هسمي بالله، نقطع حتة، نقطع مثلا ايه اهي، بصوا مسكت ازاي، نعمل كده، نعمل زي التارت بالظبط، ممكن نسميها برضو تارت سريع ان هي ما بتاخدش وقت خالص اهي. ايه رايكم بقى، بسكوت الشوكولاته مع البسكوت الابيض مع الجبنه الكريمي، عامله عندي زي فكره البراوني كده، بس الموضوع اسهل وموضوع ببواقي بسكوت، فهي دي الفكره، يمكن دي الحاجه المختلفه. وما دهنتش على فكره الصينيه او القالب بتاعي اي حاجه، وما شاء الله طلعت زي الفل اهي. نرجعها تاني كاننا ما خدناش اي حاجه، ويبقى يعني عندي سفره سهله جدا، مش هحط مسترد عليها ما تخافوش. يلا خدت راحتي، معلش يا معلش يا استاذ سباع. عملنا النهارده مع بعض بيتزا رول بطريقه سهله جدا، عجينه زي القطنه، عملنا مع بعض بسكو كريم بطريقه حلوه قوي ينفع لباقي البسكوت. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، كل حاجه تنزل على صفحتي بالتفصيل مطبخ توته مراد. تعالوا بقى ناخد فاصل سريع ونرجع على طول لفقراتنا الجايه، وهقطع واحده واحنا بنختم على طول.